وينضم إلينا لمناقشة مجريات الأحداث الجارية في العراق الكاتب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم. مساء الخير دكتور حامد. بعد قبول البرلمان لاستقالة عادل عبد المهدي واستقالة حكومته بطبيعة الحال، ماذا تعني لكم هذه الاستقالة وما انعكاساتها على مسار الثورة المستمرة في العراق؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة هذه الاستقالة هي تعتبر الخطوة الأولى باتجاه نجاح تحقيق أهداف الثورة. نجاحنا الحقيقة هو نجاح ثورة تحررية، نجاح لحق تقرير مصيرنا بعد هذا العناء الكبير اللي عاش شعبنا 16 سنة من هيمنة طغمة سياسية فاسدة عميلة لأجندات خارجية. الآن بدأنا فعلا بحقيقة الواقع اللي لمسناه خلال الأيام الأخيرة، خصوصا من أن نفك هذا الأسر، أسر بلدنا ووطننا الحبيب، أن يخرج من هذه الدائرة دوامة العنف والقتل والهيمنة الأجنبية ونفوذ المصالح الإقليمية والدولية. الحقيقة هي هذه الخطوة الأولى. احنا هناك خطوات كبيرة جدا أمامنا الآن، مهمات وطنية حقيقية حجمها كبير بدأت اليوم ولا تنتهي إلا بتحقيق أهداف الثورة، وهي إقالة البرلمان، حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة تكون شكل من أشكال حق تقرير مصيرنا، طبعا بعد تشكيل حكومة انتقالية لمدة معينة، والانتخابات يجب أن تجرى بإشراف أممي، وتكون شرطها هي انتخابات عادلة وحرة ونزيهة. نعم. على عكس ما جرى منذ 2005 لحد يعني هذا اليوم. يعني يبدو أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن انتخابات ومخرج من هذه الأزمة، لأنه الثورة تتفاعل وهناك محافظات المنكوبة كما وصفت تدخل على خط التضامن والتظاهر، وهي تعد زخما إيجابيا لهذه الثورة. إلى أي مدى ممكن أن تساهم دخول هذه المحافظات على خط الثورة في جعلها تتراكم بشكل أوسع؟ بالتأكيد هو طموح العراقيين أن تكون هناك ثورة من زاخو إلى الفاو، ثورة تحررية، ثورة تغيير جذري، ثورة اجتماعية فكرية سياسية، يقودوها جيل من الشباب، من الطلبة، من الوطنيين العراقيين، من مختلف مكونات الشعب العراقي، من مختلف أطيافه الحقيقية. أما ما جرى اليوم والبارحة والأيام الأخيرة من حملة تضامن حقيقية من القلب شعرنا بها إحنا في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب من قبل الطلبة في محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين، الفلوجة اليوم، الجامعات في الأنبار، جامعة الموصل، كلها هذه هي حقيقة مشاعر العراقيين في أن يكون وحدة واحدة هذا الشعب، في أن يتصدى للتدخلات الأجنبية، في أن يقرر مصيره بنفسه بغض النظر عن هذه الخدعة والكذبة اللي مرت على شعبنا منذ 2003 لحد الآن، من تقسيمات طائفية عرقية محاصصاتية دمرت البلد وحرقت الأخضر واليابس، وبالنتيجة هذه هي اللي وصلنا لها، أنه إرادة الشعب العراقي هي وحدة مصيره، هي تقرير، حق تقرير هذا المصير على لسان وعلى مثل ما يقولون وبدماء وبتضحيات شبابنا. مع الأسف الشديد احنا ما ردناها أن تكون بهذه الخسائر الفادحة، ردناها سلمية، ردناها أن تتحقق بالتفاهم بين مكونات الشعب العراقي منذ البدء، لكنه السياسيين لكن هناك طرف ثالث دكتور كما يوصف، يعني مع الأسف في العراق طرف ثالث يريدها دموية. لكن أنا أريد أن أتعرف من خلالكم على أهمية مشاركة شريحة أو فئة الشباب وإصرار طلبة الجامعات في عموم المحافظات العراقية على التوجه لساحات التظاهر، على الرغم من أن هناك حملة حكومية لإجبارهم على ترك هذه الساحات وهذه الشوارع بالقتل وبالاعتقال والملاحقة. احنا منذ البداية عزيزي قلناها كلمة واحدة، الشعب يريد
إسقاط هذا النظام. هذا النظام ليس عبئاً على شريحة دون أخرى، ليس عبئاً على طبقة سياسية طبقة اجتماعية دون أخرى. هذا العبء الآن يشكل فعلاً عبء كبير، وخصوصاً على شريحة الشباب والطلبة، لأن هم دول حاضر ومستقبل البلد. إن لم يتخلصوا ونتخلص جميعاً من هذا النظام سيبقى جاثماً على صدور العراقيين. لذلك الشباب والطلبة وعوا هذه الحقيقة، هم اللي كانوا يشكلون النسبة العظمى من البطالة، هم اللي فقدوا الأمل بالمستقبل، هم اللي فقدوا حرية الحياة وحرية التمتع بمستقبل أفضل. هذا هو اللي حرك الشباب. ولا إحنا بالنسبة لنا كشعب عراقي بالتأكيد إن مطالبنا وإن حقوقنا وعلينا واجبات أيضا. نعم. أما الطلبة والشباب فهم شعروا بهذه طبعا مع ثوريتهم، مع حماسهم، مع المعاناة اللي والمآسي اللي مروا بها من مختلف الاتجاهات. وأيضا أحدد لك أنا يعني بالتحديد محافظات الوسط والجنوب في بغداد الآن أيضا انتقلت رغم كل المخاطر اللي تحيط بطلبتنا وشبابنا في المحافظات الغربية المدمرة بنتيجة هيمنة داعش عليها لفترة معينة. هذه شرائح الشبابية والطلبة وأيضا الناس عموم الناس الآن من مختلف أعمارهم هم هبة وهبة واحدة للخلاص من هذا النظام الفاسد، نظام المحاصصة المقيتة ونظام العمالة للأجنبي. لذلك مو غريب أنه تبدأ ليس اليوم فقط، هم كانت الحالة تغلي في الموصل وفي نعم. صلاح الدين وفي الأنباط. لذلك نعم. إحنا الآن التحدي كبير والمستقبل هو واحد بالنتيجة. نعم. طيب دعني أنتقل لما قالته صحيفة نيويورك تايمز عندما اعتبرت أن استقالة عبد المهدي تمثل ضربة قاسية لإيران. هل يمكن القول بأن فعلا كانت هذه الاستقالة ضربة لإيران؟ بالتأكيد هذه هي الضربة الأولى، لذلك احنا قلناها الخطوة الأولى. الحقيقة استقالة عادل عبد المهدي أو إقالته الحقيقة هي إقالة ليست استقالة، يعني ليست رغبة منه، ولا كانت الرغبة منذ البداية كان استقال منذ 1 تشرين أول، لأنه كانت هي من أول إطلاق أول طلقة على صدر عراقي أو في رأس عراقي بريء كان يحمل راية العراق، علم العراق ويحمل قنينة مي فقط. وصار اللي صار الآن، تأخر، لكن هذا تأخير ليس برغبته هو، وإنما برغبة القوى الإقليمية المهيمنة على العراق. هم كانوا وما زالت الآن ترى بالمناسبة يعني ما زالت الضغوط الآن مسلطة على الطبقة السياسية الفاسدة المتشبثة بالسلطة. عادل عبد المهدي هو ورقة واحترقت منذ البداية، منذ حتى تسلمه زمام تشكيلة الحكومة الجديدة في العام الماضي في أكتوبر شهر 10 العام الماضي. لكنه الآن الطبقة السياسية تعد الخطوات، تعد الأرقام وتعد أنفاسها للوصول إلى نهايتها. ولذلك إذا تحب أيضا ندخل بهذا الموضوع، هيمنة إيران الآن قاسم سليماني في بغداد يعني منذ يوم الجمعة الماضي. لماذا؟ لمن دعا هذا الرجل المنسوب إلى مجموعة من الإرهابيين؟ نعم. والمطلوب دوليا لجهات أدرجته على قائمة الإرهاب، من دعاه وبأي سبب وما هي دواعي الزيارة وبأي حق جاء إلى بغداد؟ أسئلة كثيرة مطروحة بلا شك في المشهد العراقي. دكتور حامد الصراف أشكرك جزيلا، ولعل الأيام القادمة تجيب عن هذه الأسئلة. الباحث والكاتب السياسي كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.